تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ الجيت. طبعا آخر مرة وصلنا احنا خلصنا موضوع الديليز وحكينا على sources of delay. تمام، خلينا نكمل. طبعا آخر مرة حكينا على الديليز، الباكيت ديليز، حكينا على إنه التوتال ديلي عندي حيكون في الترانسميشن ديلي والبروباجيشن ديلي والبروسيسنج ديلي، تمام، والكيوينج ديلي. طيب لو بدي انا اطبق عملي هذا، اشوف انا ايش الديلي بيني بين سورس وديستنيشن. تمام، في عندي سمبل بروجرام اللي هو التريس راوت. هذا التريس راوت عباره عن سمبل بروجرام بستخدمه عشان انا افحص الديلي بين سورس وديستنيشن. تمام، طبعا الديلي هذا حيكون انكلودد لكل انواع الديلي الموجوده، كانت ايش الموجوده عندنا والحكينا عليه. تمام، طبعا تريس راوت هذا عباره عن امر انا ممكن انا استخدمه في اللينكس، اوكي، زي ما اخذنا في الاوبريتنج سيستم. ممكن انا هذا امر اكتبه تريس راوت سورس، بعدين ايش، بعدين ديستنيشن. تمام، طبعا هذا السورس وهذا ايش الديستنيشن. طبعا انا حكتب انا تريس راوت وين الديستنيشن اللي انا بدي اياه. تمام، مثلا تريس راوت www.google.com. تمام، طبعا انتم ممكن تجربوها. طبعا بس في الويندوز انا حكتب مش تريس راوت، تريس ار تي. في الويندوز حامل انا تريس ار تي. طبعا في الويندوز حامل انا تريس ار تي. هذا التريس راوت، هذا لينكس. تمام، التريس ار تي التريس ار تي هذه في الويندوز. تمام، كيف بكتبها؟ حكتب لكم اياها على الشات هنا. بكتب مثلا، بفتح السي ام دي الكوماند لاين، بكتب تريس ار تي مثلا www.google.com. تمام، بكتبها زي هيك، هذه ايش الكوماند لاين تبعتي في الويندوز تريس ار تي. بس في الويندو في الويندوز تريس ار تي، في اللينكس تريس راوت. اوكي، طيب ايش النتيجه هذا؟ طبعا هنا كتبته هنا اللي بعت لكم اياه بالشات اللي هو الجوجل دوت كوم، هذا الديستنيشن. تمام، انا بدي اشوف انا ايش عشان الكمبيوتر ديلي بيني وبين ايش، بين الديستنيشن هذا. طبعا هو حيحسب قديش في انا في راوترز بيني بالنص. تمام، طيب نشوف هنا في السلايد اللي عندي هذا، قد يكون الاوتبوت زي هيك بيطلع عندي. تمام، طيب ايش رقم واحد واثنين وثلاثه هذه؟ هنا خلينا نشوفه هنا. طبعا انا على سبيل المثال هذا هو عندي هذا السورس، وهنا ايش الديستنيشن تبعي. تمام، التريس راوت بده يحسب لي اللي هو الديلي بين السورس والديستنيشن. الديلي هنا حيكون اللي هو الراوند تريب ديلي. ايش يعني راوند تريب ديلي؟ الراوند تريب ديلي اني اطلع اروح وارجع. تمام، هذا الزمن المحسوب اني بعثت الرساله ووقتش رجعت لي الرساله. تمام، يعني راوند تريب ديلي اللي هو رايح جاي، هذا الراوند تريب ديلي. طيب لقيت هنا في كم راوتر في عندي في النص؟ في عندي في خمسه راوترز هنا. تمام، فاذا لما انا اعمل تريس راوت اذا كانت الحاله زي هيك، هو حيحسب لي قديش عدد الراوترز اللي في النص، اوكي، وقديش الديلي لكل راوتر. تمام، طيب في البدايه حيبعث لي ايش؟ حيبعث اول باكيت. تمام، حتروح وين حتوصل الباكيت رقم واحد؟ حتوصل للراوتر الاولاني. ما دام وصلت للراوتر الاولاني مش حيعملها فورورد، حيرجعها وين؟ حيرجعها للسورس. تمام، طبعا السورس بيكون حاسب وقتش طلعت وقتش رجعت، هي بسجل ايش؟ بسجل التايم هذا. تمام، طيب ومش حيبعت بس باكيت واحده، حيبعت في كل مره يعمل ثلاث محاولات. يعني كل مره حيعمل ايش؟ يبعت ثلاثه باكيت، هي الباكيت الثانيه والباكيت ايش؟ والباكيت الثالثه. هيك خلصت انا من وين؟ من رقم واحد، من الراوتر الاولاني. لقيت حيبعت كمان باكيت برقم اثنين، وين حتصل؟ للهوب الثانيه، للراوتر الثاني. تمام، وهكذا، وترجع ايش؟ وترجع للاولاني. لما اصل لمين؟ لما اصل للديستنيشن تبعي. تمام، طبعا المعلومات حتكون زي هيك. تمام، في البدايه هنا حيكون، طبعا مش شرط الترتيب هذا، حيكون ممكن التايم في البدايه يكون،
بس هذا رقم واحد انه وصلت للراوتر الاولاني الباكيت. هلقيت الراوتر الاولاني هذا الهوست نيم تبعه، اذا كان له هوست نيم موجود برجع لي الهوست نيم تبعه والاي بي ادرس تبعه والاي بي ايش والاي بي ادرس تبعه. هلقيت هنا التايم، هذا هو الديلي اللي هو المحسوب. حكينا احنا لكل هوب لكل راوتر في الطريق هيحسب لي ايش ثلاث مرات، هيبعث لي ايش الباكيت ثلاث مرات. اوكي، طبعا الديلي هذا هو حيكون متضمن كل انواع الديلي اللي احنا ايش اللي احنا حكينا عنه. تمام، طيب عشان يوصل هنا عشان يوصل للديستنيشن تبعي هذا حيطلع من اول راوتر هذا. اوكي، رقم 2 هذا الراوتر رقم 2 تمام، برضه هنا هذا الايش هذا الهوست نيم تبعه وهذا الاي بي ادرس تبعه وهذا ايش التايم اللي هو الديلي لكل باكيت بعتها، يعني في كل مره بعمل ثلاث محاولات وبحسب ايش بحسب التايم. هلقيت بضل يكمل لما يوصل لمين؟ لما يوصل للديستنيشن اللي هو ايش اللي هو كان طالبه هنا، لما يوصل ايش الديستنيشن اللي كان طالبه هنا. تمام، طبعا هذا التريس راوت بيشتغل على ماكسيمم 30 هوب. يعني ايش 30 هوب؟ يعني يكون بينهم 30 راوتر، يعني هنا لغايه ايش ماكسيمم 30، اذا ماكسيمم يعني ماكسيمم 30، اذا وصل خلال ال 30 وصل، ما وصلش خلال ال 30 بس هو بوصل لوين؟ لعند ال 30. تمام، طيب اذا كان هنا في استريكس او نجم يعني هنا ما كانش في ريسبونس، ما كانش في ريسبونس من الراوتر اللي هو ايش رقمه 17. تمام، او الباكيت لوست. طبعا مش شرط كلهم هذول الثلاثه يكونوا نجم، ممكن واحده تكون نجم، يعني ممكن هنا اذا كانت هذه نجمه هنا يعني الباكيت هذه تبعتها الاول باكيت انا بعتها كانت لوست، راحت ضاعت في ايش في الطريق او تايم اوت. اوكي، طيب هنا لما اجي اسال حالي هنا كم راوتر بيني انا وبين الديستنيشن هذا اللي انا حطيته هنا، حيكون هنا كم راوترز؟ حيكون في عندي هنا 18 راوتر بالطريق. طبعا هذا ال 19 اللي هو انا وصلت ايش الديستنيشن تبعي. تمام، زي هنا في الاولانيه هذا لو انا عملت تريس راوت للديستنيشن هذا حيكون عندي كم باكيت مبعوثه؟ حيكون عندي اللي هي الترتيب 1 2 3 4 5 6. تمام، في كل واحده حيكون في عندي 3 باكيتس، لكل باكيت انا بسجل ايش الراوند تريب ديلي. الراوند تريب ديلي اللي هو الزمن اني اروح وارجع. اوكي، تمام، في الحاله هذه حيكون في عندي هنا ايش في عندي 5 راوتر. طبعا هنا انا حلاحظ على سبيل المثال هنا في راوتر رقم 7 وراوتر رقم 8 هنا الديلي صار تايم صار في جاب بينهم. تمام، فممكن هذا يكون انه في عندي هنا صار ايش انتقلت بيرنج يعني بين اي اس بي ثانيه. اوكي، من كنت في اي اس بي رحت لاي اس بي ايش لاي اس بي ثانيه، فهذا ايش البيرنج لينك بيكون عندي هنا. طبعا في طبعا هنا الديلي بدك تلاحظ انه مش شرط يكون كل ما اعملها، طبعا هذا ممكن انا اعملها في الوقت تلقيت، ممكن انا اكررها كمان في وقت ثاني، مش شرط يكونوا هدول ايش ثابتين الارقام هذه، ممكن ايش تتغير. ليش ممكن تتغير؟ لانه الكيوينج ديلي مش ثابت، الكيوينج ديلي بتغير مع التايم. تمام، اوكي، تمام. وعلى سبيل المثال هنا مثلا انا لما سجلت التايم لما رحت للراوتر 10 كان هنا على سبيل المثال اول باكيت 113 ملي سكند، بس اللي بعده هنا 112 ملي سكند. تمام، طبعا هذا الفاريشن الاختلاف هذا هو سببه انه الكيوينج ديلي بتغير. تمام، الكيوينج ديلي مش ثابت. تمام، اوكي. طبعا اللي عنده سؤال بامكانه يبعث لي على الشات بنشوف احنا ايش بنرد عليهم في الاخر. اوكي، تمام. طبعا في عندي حاجه اسمها الباكيت لوس. طبعا الباكيت لوس انه هنا انا يصير في عندي فقد في الباكيتس. تمام، طبعا حكينا احنا الكيوينج ديلي ممكن يسبب لي باكيت لوس. طبعا الكيو ممكن انا also known as buffer. هلقيت في الراوتر عندي في كيو، لما يجي الباكيت بتخزن وين؟ في الكيو، على اساس انا اعمل ترانسميشن لهم او بعدين اعمل ايش ترانسميشن. اوكي، هلقيت اذا الكيو طبعا هذا ليميتد سايز ليميتد كاباسيتي، اذا صارت فول. اوكي، هلقيت اجى باكيت هنا للراوتر هذا ولكن فيش مكان في البفر، البفر صار فول، فايش حيصير للباكيت هذه؟ حتصير ايش دروب. ايش يعني دروب؟ يعني لوست. دروب يعني ايش؟ يعني لوست. اذا احد اسباب الباكيت لوس انه يكون ايش؟ الكيو فول
تمام؟ أو ممكن أسباب اللوس يكون إيش؟ يكون اللي فيه نويز على اللينك تبعي، في النويز عادي بيكون إيش؟ طبعاً الباكيت لوست ممكن أنا إيش؟ ممكن السورس تبعي يعملها ريسنت حسب أنا البروتوكول اللي أنا شغال عليه. حنشوف هذا إيش؟ حنشوفه لقدام، لقدام شوي. تمام. أوكي. في عندنا مصطلح تاني اللي هو الثروبوت. تمام. طبعا احنا لما حكينا على البرفورمانس تبعت النتورك حكينا في الديلي، مبدا الديلي واللوس، وهي رقم ثلاثة اللي هو ايش؟ الثروبوت. ورقم ثلاثة ايش؟ الثروبوت. اوكي، اذا هو هذا من ايش؟ من البرفورمانس ميجر للنتورك عندي، عند الديلي الباكيت لوسز، وفي عندي الثروبوت. ايش هو الثروبوت؟ اللي هو الريت. تمام. طبعا هو وحدة قياسه بالبت بير اللي هو التايم او الوحدة الزمنية، اللي هو قديش البت ترانسفير بين السندر والريسيفر. طبعا ممكن الثروبوت يكون انستنتينيوسلي، انستنتينيوس تمام، لحظي او افريج. كيف يعني الانستنتينيوس لحظي؟ طبعا هذه كل لحظة لاحظتوها. هل قلت لما بدي اعمل انا داونلود لفايل بجيب لي الريت، الداونلود ريت، الداونلود ريت هذا بتغير صح؟ هذا هو الانستنتينيوس ثروبوت. مثلا انا شغال هلقيت الداونلود مانجر، داونلود مانجر بجيب لي الريت، الريت هذا بتغير. اوكي، هذا هو الانستنتينيوس ثروبوت. تمام، هو قديش عمال انا ببعث لي ايش؟ ببعث لي بت. اوكي، والافرج ثروبوت، لا الافرج ثروبوت انا بدي ابعث مثلا الان بيتس، الان بيتس هذول لما بعتهم استهلكوا تي تايم، خلال تي تايم، فالافرج حيكون اللي هو الان على تي. تمام، ممتاز. هلا قلت لما بدي احسب انا الثروبوت بين السندر والريسيفر، طبعا بين السندر والريسيفر حيكون في لينك، وفي هنا في النتورك كور او ديفايسز، وفي لينكس. تمام، طبعا لكل لينك له كاباسيتي او باندويث اللي هي سميناها الار. تمام، والار بتكون بيت بير سكند. طيب على فرض انه هنا في عندي سيرفر، وفي عندي هذا ايش؟ الكلاينت. لقيت الكلاينت بده يعمل داونلود لايش؟ لملف في السيرفر. الملف الفايل هذا اف بيتس، تمام، عدد البيت اللي فيه اف. اوكي، لقيت اللينك كاباسيتي هذا ار اس، واللينك كاباسيتي بين الراوتر، بين الراوتر هذا والكلاينت الار سي. اوكي، طبعا هنا عملنا احنا توضيح لللينك انه هذا عبارة عن بايب، كان تمام كأنه بايب. تمام، والقطر تبعها بيعمل انديكيشن للار اس. تمام، طبعا هنا انديكيشن انه الار سي اكبر من الار اس. تمام، هنا عملتها اكنها ايش؟ اكنها بايب. اوكي، ممتاز. طيب تمام، الكلام اللي حكيناه تمام، انه هنا هذا مثلناه اللينك اللي هنا كانه بايب، والباكيت بدها ايش؟ بدها تبحر في ايش؟ في البايت. تمام، طيب نيجي للحالات، نشوف الحالات، نحسب ايش ال end to end throughput، ايش حيكون ال end to end throughput. طيب هلقيت هنا بين السيرفر والراوتر هذا عندي ار اس، اوكي، رقم قد ما يكون، وهنا بين الراوتر والكلاينت في عندي ار سي. اوكي، لقيت المهمه انه الكلاينت عمال بيعمل داونلود لفايل من السيرفر، يعني في عندي الفايل بنبعت من السيرفر لوين؟ للكلاينت. لقيت في الحاله الاولانيه اذا كانت الار سي اقل، الار سي اقل من الار، الار اس اقل من الار سي، لقيت ايش حيكون الافرج اند تو اند ثروبوت؟ هلقيت هنا بين السيرفر والراوتر قديش حيكون معدل الارسال هنا؟ حيكون ار اس، حيكون اكثر من ار اس؟ لا، مش حيقدر يكون ار اس. تمام، فلما يوصل هنا بين الراوتر والكلاينت حيقدر يستغل كل الار سي هذه؟ لا طبعا، انا هنا بحكي انه هم لحالهم هلقيت بس الفايل تبعي هذا اللي في الشيرنج. طبعا برضه هنا لما يصير من الراوتر للكلاينت مش حيقدر يبعث باكثر من ايش؟ RS bit per second. تمام، طيب اذا كان الحالة الثانية ايش؟ اختلفت. اذا كان ال RS اكبر من ال RC،
تمام. فهنا الـ end to end throughput حيكون ايش؟ طبعا هنا بامكانه يبعث بالـ RS مظبوط بين السيرفر والراوتر، بس هنا لما يطلع من الراوتر للكلاينت مش حيقدر يبعث بالسرعه هذه الكبيره، حيلزم او حيتقيد بالريت الاقل اللي هو الـ RC. تمام؟ اذا هو هنا اللي كان اقل هو هذا البوتل نيك تبعي، البوتل نيك لينك. اذا الـ end to end throughput لما احسبه انا حاخذ المينيمم اللي عندي، المينيمم بين الـ RC والار اس، او اذا كان اكثر من لينك حناخذ الايش المينيمم، المينيمم ار اللي هو البيت بير سكند. تمام. طبعا البوتل نيك لينك اللي هو ايش؟ اللي هو حيقيد الان تو اند ثروبوت اللي هو الاقل حيكون. تمام. اللي هو البوتل نيك اللي زي عنق الزجاجه. اذا لما احسب انا الان تو اند ثروبوت حيكون اللي هو المينيمم الار تبعت اللينكس اللي عندي، المينيمم ار تبعت اللينك اللي عندي. تمام. طبعا على سبيل المثال هذه كانت هنا 100 بت 100 ميجا بت بير سكند، وكان هنا 10 ميجا بت بير سكند. فلما بدي اعمل انا داونلود للفايل من السيرفر عندي للكلاينت، الان تو اند ثروبوت ابروكسيميشن، طبعا انا بحكي هنا بشكل ابروكسيميشن ما اخذناش ايش الديلي الثاني بعين الاعتبار، انه حيكون المينيمم حيبعت بال 100 ميجا ولا بال 10 ميجا؟ لا، حيبعت بالعيش بال 10 ميجا. تمام. والعكس بالعكس، هنا اذا كانت هذه هنا 10 ميجا بت بير سكند واللي عندي هنا 100 ميجا بت بير سكند، فهنا الثروبوت او الريت حيكون عندي ايش اللي هو المينيمم، ال 10 مش ال 100. تمام. طبعا هذا انترنت سيناريو. على سبيل المثال انا في عندي هنا في سيرفرز، وفي عندي هنا ايش الكلاينتس، وكونكتد ثرو ايش الانترنت، هذا الغيمل كونكتد ثرو انترنت. طبعا هذا هنا حيكون هو هذا الباك بون ار. تمام. بس هنا بدي الاحظ انه هذا شيرنج بتوين ايش؟ بتوين كل الكونكشنز اللي عندي، بتوين كل الكونكشنز اللي عندي. على سبيل المثال انا هنا عندي 10 كونكشنز، الار هذا حتنقسم بيناتهم بالتساوي، في اللي بالتساوي بيناتهم شيرنج. اذا كانت هذه 100 ميجا الار 100 ميجا بت بير سكند، فكل لينك واحد منهم هذول حياخذ ايش؟ 10، فقط حياخذ 10. تمام. وهل قلت لما بدي احسب انا الثروبوت بدي اخذ المينيمم بين ايش وايش؟ بين الار سي والار اس، واللي هي الار على عدد الكونكشن، ار على 10. تمام. بده يكون ايش المينيمم بيناتهم، يعني الثروبوت هنا هيو حيكون هي كتب لي اياها. تمام. المينيمم ار سي ار اس ار على 10. ليش ار على 10 هنا؟ لانه اللينك اللي هنا هذا شيرنج بتوين ايش؟ بتوين 10 كونكشن، يعني في عندي هنا ايش 10 كلاينتس، بيكون شيرنج بيناتهم بالتساوي. طبعا اذا كان الار 100 ميجا بت بير سكند، فهذا حيكون ايش؟ 10 ميجا بت بير سكند. اوكي. يعني على سبيل المثال اذا كان هذا هنا 5، اللينك هذا اللي هنا 5 ميجا بت بير سكند، واللينك هذا اللي هنا عندي 50 ميجا بت بير سكند، والرقم اللي هنا 10 ميجا بت بير سكند، فحيكون الثروبوت اللي حاحسبه اند تو اند ثروبوت حيكون اقل، المينيمم المينيمم ار اللي عندي، فالمينيمم ار اللي عندي هنا حيكون ايش؟ حيكون 5. اوكي. طبعا هذا حسب ايش؟ حسب المثال الارقام اللي انا اعطيتك اياها. اوكي. تمام. اوكي. نيجي لموضوع ثاني اللي هو حنحكي على اللايرز اركتكتشرز. طبعا لما احكي على النتورك بشكل عام، النتورك هي طبيعتها كومبلكس، فيها كومبوننت كثير. الكومبوننت هذا ممكن تكون هوست، راوترز، تمام، في عندي لينكس، في عندي برضه ابلكيشن شغاله، في بروتوكولز شغاله، وهكذا. تمام. طيب هل قلت كيف انا بدي انظمهم، اعمل اركتكتشر او اعمل اورجنايزيشن لهم بشكل ايش؟ بشكل معين. اوكي. طيب قبل ما نعمل اورجنايزيشن لهم بشكل معين، ناخذ المثال اللي هو مثلا اير ترابل. هنا بدي احكم نحكيه كانه كخطوات، كخطوات ايش؟ كخطوات تنفيذ. تمام. هل قلت مثلا واحد بده يسافر من مكان لمكان، ففي البدايه بده اول حاجه يعمل ايش؟ يشتري تيكت، يحجز تذكره، بعدين هو الباكج ما يتعلق بالامتعه تبعته، يعمل تشيك لهم، بعدين يغادر من بوابه المطار، بعدين هو اكيد حيركب في الطياره، والطياره حتعمل ايش؟ تيك اوف، حتقلع الطياره، وحتمشي الطياره ايش؟ في المسار ايش؟ في المسار معين، لما توصل ايش؟ طبعا هذا هنا حاعتبره هذا السورس، وهنا الديستنيشن، وصلت ايش؟ وصلت ايش؟ الواجهه تبعتها،
طبعا لما وصلت الواجهه تبعتها ايش حيصير في عندي؟ حيصير في عندك لكل واحده المقابل لانها هنا كان في انطلاق، هنا في صار ايش؟ في هبوط تيك اوف، هنا لاندنج. وانا بطلع من البوابه بياخذ الباكج تبعته، اذا كان في عنده مشكله في الرحله بيعمل ايش؟ بيعمل شكوى للتيكت تبعته. تمام، فهذا زي ايش؟ زي خطوات ستيبس اللي هو الايش؟ الاير ترافل. تمام، طبعا هنا كستيبس ممكن احنا نعملها كلايرد فانكشناليتي، كل واحده عباره عن فانكشنز او عباره عن سيرفيس. تمام، السيرفيس الخاصه بالتيكت، السيرفيس الخاصه بالامتعه وهكذا. تمام، اذا كل لاير هنا عباره عن ايش؟ عباره عن فانكشن، عباره عن فانكشن تعمل لي تقديم لسيرفيس معين، امبلمنت لسيرفيس معين. واضح هنا اللي هو هنا هنا في الاقلاع وهنا في الوصول. لو بدي اعمل انا خط افقي بيناتهم فكل واحده مقابلها نفسها. تمام، نفس الاسم ونفس ايش؟ نفس السيرفيس. تمام تمام طيب نيجي هلقيت هنا قبل ما ندخل للنتورك اركيتكتشر اللي عندي نشوف ايش فايده الاركيتكتشر اللي عندي. طبعا انا لما اتعامل مع كومبلكس سيستمز ايش فايده اللايرنج بتطلع هنا البنفيت تبعتها. تمام، اللي هو اللو ايدنتيفيكيشن الريليشن بين السيستم بيسز. تمام، بيكون اسهل لما يكون في عندي لايرز. الموديولاريتي، تمام، الموديولاريتي فايدتها انه يكون اسهل للمينتيننس، ولما اعمل ابديت للسيستم برضو اسهل. لقيت لما انا اعمل ابديت للامبلمنتيشن للسيرفيس، تمام، مثلا هنا غيرت انا الامبلمنتيشن للسيرفيس في الجيت، تمام، مش حيأثر عايش على السيرفيس الثاني على اللاير الثاني ايش بقدم ايش اللاير الثاني. فكل هنا ايش الابديت بيكون ايش؟ بيكون سهل. تمام، طبعا اللايرنج ممكن يكون هنا ايش؟ ممكن يكون هارمفول. ايش يعني هارمفول؟ يعني مش دائما يعني ايش؟ مش دائما مفيد. ولكن هنا احنا حكينا احنا البنفيت اللي هو انا بشوف ايش الريليشنز بين البيسز اللي عندي في الموديل. تمام، الموديولاريتي بتكون هنا ايزي للمينتيننس. طبعا هو اللاير هذا في النهايه هو بشكل ايش؟ بشكل نظري. تمام، بشكل ايش؟ بشكل نظري هو عندي هنا. تمام، عشان اسهل لايش؟ اسهل للتعديل واسهل للتطوير. تمام، مثلا والله انا بدي اشتغل في لاير معين في سيرفيس معين، بحاول انا ايش؟ كل جهدي في السيرفيس هذه اللي في اللاير هذه، اعمل ابجريشن لها، اعمل ابجريد لها، اعمل ري امبلمنتيشن لها، وهذا مش حيأثر على ايش؟ حيأثر على السيرفيس الثانيه. طبعا يا شباب احنا عندنا التسجيل هذا حيكون لمدته 40 دقيقة، يعني بعد 40 دقيقة ممكن ينتهي، فبتعملوا ايش؟ اعادة ريجوين، بتعملوا ريجوين، اوكي؟ طبعا هنا في الاخر لما حكينا ممكن يكون هارمفول، الهارمفول هنا يعني ممكن انا في اذا كان عندي اكثر من لاير ممكن بعض الفانكشناليتي يصير في عندي دوبليكيشن لها، يعني في سيرفيس او فانكشن موجوده في لاير معين ممكن يصير في عندها دوبليكيشن في لاير ثاني على سبيل المثال. تمام، على سبيل المثال لما نشوف احنا في النتورك اركيتكشر تبعنا او النتورك لاير هنشوف مثلا في اللي هي الايرور ريكفري، ممكن الايرور ريكفري يعملها ايش؟ في اكثر من لاير، اوكي؟ وممكن كمان محتاج مثلا محتاج انا خدمه معينه، الخدمه هذه مش موجوده عندي، موجوده في لاير ثانيه على سبيل المثال. تمام، مثلا بدي انا التايم ستامبنج اعمل، التايم ستامبنج هذه مش موجوده في اللاير اللي عندي، موجوده ايش؟ انفورميشن هذه من لاير ثاني. تمام، فهذه ايش؟ ممكن مشاكل ايش اللي تواجهني. طيب اذا حطيناهم كلهم مع بعض هدول فحيصير في عندي الانترنت بروتوكول ستاك. لما احكي عن الانترنت بروتوكول ستاك اللي هو الفايف لاير اركيتكتشرز. تمام، اللي هو من فوق لتحت، من فوق لتحت، من توب داون، اللي هي الابلكيشن لاير، الترانسبورت لاير، النتورك لاير، اللينك لاير، والفيزيكال لاير.
اذا الانترنت بروتوكول ستاك اللي هو عندي حيكون في عندي ايش الخمسه لايرز هذول. اوكي طبعا لكل لاير لها مهمه تمام. مثلا الابلكيشن لاير هنا سبورتنج النتورك ابلكيشن، ايش الابلكيشن اللي انا بدي ابنيه، ايش البروتوكول اللي مثلا اللي بده يدعمه تمام. على سبيل المثال في عندي طبعا هذول البروتوكولات حنمر عليها حنمر عليهم كلهم تمام، حناخذهم بالتفصيل. طبعا المنهجيه اللي هنا احنا بنشرح فيها الكورس هذا حكينا توب داون ابروتش. توب داون ابروتش يعني من وين بدينا؟ بدينا من الابلكيشن لاير تمام، بنشوف الابلكيشن لاير كلها تمام، التفاصيل المتعلقه في الابلكيشن لاير، بنخلص منها بنروح على الترانسبورت لاير، بنشوف التفاصيل المتعلقه بالترانسبورت لاير والبروتوكولز اللي شغاله فيها، بنخلص منها ننتقل لمين؟ للنتورك لاير وهكذا تمام. عشان هيك احنا الابروش اللي سميناها او المنهجيه اللي اتبعناها اللي هي التوب داون ابروش. التوب داون ابروش طبعا في الابلكيشن لاير اللي هي البروتوكولز اللي حتشتغل لتدعم النتورك ابلكيشن اللي عندي، مثلا الاف تي بي هذا بروتوكول خاص بنقل الملفات، الاس ام تي بي بالايميل، الاتش تي تي بي خاص بالويب تمام. هدول حنشوفهم ايش؟ حنشوفهم بالتفصيل لقدام شوي. اللاير الثاني الترانسبورت لاير، طبعا الترانسبورت لاير وظيفتها هنا بروسس تو بروسس داتا ترانسفير، بروسس تو بروسس داتا ترانسفير. وهنا بشكل اساسي في عندي تو بروتوكولز شغالين، التي سي بي واليو دي بي بروتوكول. تي سي بي واليو دي بي بروتوكول، طبعا هذا التي سي بي واليو دي بي برضه حناخذهم ايش؟ بالتفصيل لقدام ايش؟ لقدام شوي تمام. في عندي اللاير الثالثه هنا اللي هي النتورك لاير، هنا وظيفتها تعمل راوتينج. راوتينج طبعا احنا حنشوف كل الرساله اللي عندي هنا مثلا اسمها مسج، حنشوف في كل لاير ايش الاسم تبعها، ايش المصطلح تبعها، ايش التيرم تبعها. في النتورك لاير هنا كان اسمها داتا جرام اللي هي الابلكيشن اللي هي المسج تبعتي تمام، الباكيت تبعتي. وظيفه النتورك لاير انه هو يعملها راوتينج من السورس للديستنيشن، راوتينج من السورس للديستنيشن. طبعا هنا حيكون متعرف الاي بي ادرس اللي حكينا عنه تمام، عشان يحدد السورس والديستنيشن لازم يكون عارف الاي بي ادرس، يفهم الاي بي ادرس. حيكون هنا الاي بي بروتوكول، وشغاله في عندي الراوتينج بروتوكولز. الراوتينج بروتوكولز اللي هو بده يحدد المسار من السورس للديستنيشن، برضه هذا حناخذ بالتفصيل لقدام ايش؟ لقدام شوي تمام. في عندي اللينك لاير تمام، اللينك لاير والفيزيكال لاير، هدول اللينك لاير والفيزيكال لاير بيعملوا هاندلنج للكوميونيكيشن في اللينك عندي تمام. طبعا هنا في اللينك لاير وظيفتها داتا ترانسفير بتوين ايش؟ النتورك اليمنت. على سبيل المثال عندي هنا الايثرنت او الواي فاي او بير بوينت تو بوينت اللي هو ايش؟ الوان لينك. وفي عند الفيزيكال، هنا الفيزيكال في الاخر هي مسؤوله انها تبعت ايش؟ تبعت السيجنالز بشكل ايش؟ بشكل بيتس، بتكون البيتس موجوده في الواير تمام. في عندي موديل، طبعا هذا الموديل التي سي بي اي بي ممكن اسميه او الفايف لاير او الانترنت بروتوكول ستاك، بتكون من خمسه ايش؟ خمسه لاير. في موديل ثاني اللي هو او اس اي ريفرنس موديل. الاو اس اي ريفرنس موديل هنا من سبع لايرز، سبع لايرز. ايش نضاف عليهم؟ نضاف عليهم البرزنتيشن لاير والسيشن لاير، تنتين هذول. اوكي طبعا هنا البريزنت طبعا والعمل الابلكيشن لاير والترانسبورت والنتورك واللينك والفيزيكال نفسه ايش اللي هو في الانترنت بروتوكول ستاك، ما اختلف ايش؟ ما اختلف الاوبريشنز تبعته. البرزنتيشن لاير ايش الوظيفه تبعتها؟ اللو الابلكيشن تو انتربريت المينينج اوف داتا. ايش يعني انتربريت مينينج اوف داتا؟ اللي هو هنا مرتبطه بالكومبريشن للداتا، الانكربشن للداتا اذا كان في انكربشن للداتا. طبعا هنا لما انا اعمل ابعث من سورس لديستنيشن الريبرزنتيشن تبع الداتا مختلفه بين السورس والديستنيشن تمام. فهنا وظيفه ايش اللي هي البرزنتيشن لاير اللي هي تفهم المينينج تبع الداتا تمام. على سبيل المثال انا اعمل كومبريشن، اعمل انكربشن وهكذا. السيشن لاير وظيفتها تعمل سينكرونايزيشن بين بين السندر والايش والريسيفر تمام. طبعا هدول التنتين تمام، لما انا احكي في الانترنت بروتوكول هل هدول مش موجودين يعني السيرفيس هذه مش مهمه تمام. اذا كانت انا هذه بهمني انا اعمل انكربشن فحاعملها انا هذه امبلمنتيشن. وين امبلمنتيشن؟ في ايش؟ في اللاير اللي هنا. وانا بعمل امبلمنتيشن حاحطها مثلا في الامبلمنتيشن في الابلكيشن لاير او في اي لاير ثانيه، حسب ايش؟ حسب الاهميه تبعتها الموجوده. طيب
نجي لما بدأ تاني اللي هو الانكابسوليشن. الانكابسوليشن تمام، بدنا نحكي هالجيت انا عندي هاي السورس وهي الديستنيشن، بدي ابعث مسج من السورس للديستنيشن تمام. طبعا هنا السورس حيكون هذا ان سيستم هوست وهذا هوست، وبينهم اللي هو النتورك ديفايسز او الكورس، ممكن يكون سويتش، ممكن يكون ايش، ممكن يكون راوتر. طبعا الملاحظه اللي عندي هنا في الهوست او في الاند سيستم، طبعا حيكون في عندي الفايف لايرز شغالين فيه تمام. الفايف لايرز امبلمنتد موجودين في ايش، في الاند ديفايسز في الهوست تمام. طبعا امبلمنتد في الاوبريتنج سيستم حيكونوا اوكي. هل جيت في النتورك ديفايسز او النتورك كور، حيكون على سبيل المثال اذا كان عندي سويتش، السويتش مش حيشتغل على الفول لاير ستاك تمام، السويتش بس حيشتغل على التو لاير ستاك، فيزيكال لاير واللينك لاير، بس هذا اللي بفهمه. الراوتر لا، حيكون في عندي 3 لايرز، حيفهم اللي هو الفيزيكال واللينك والنتورك لاير تمام. يعني هنا الراوتر حيفهم الايش، الاي بي ادرس تمام، لانه الاي بي ادرس امبلمنتد وين، في النتورك لاير تمام. بس السويتش هنا مش حيفهم الاي بي ادرس، لانه السويتش هنا تو لاير، هذا تو لاير سويتش، مش حيفهم الاي بي ادرس، حيفهم شيء ثاني اللي هو في لغايه اللينك لاير. اللينك لاير على سبيل المثال اذا كان عندي انا ايثرنت، فهو حيفهم ايش، الماك ادرس اللي هو ايش، الفيزيكال ادرس تمام. هل قلت لما انا ابعث مسج من السورس للديستنيشن، البدايه حتكون هي المسج تبعتي تمام. ايش حيصير للمسج؟ طبعا وانا ببعثها زي ما شفنا مثال هو الاير ترافل، هلقيت اول شيء حتكون في الابلكيشن لاير، حتنزل هلقيت حتشوف ايش، الترانسبورت لاير، النتورك لاير، الفيزيكال لاير، بعدين الفيزيكال لاير حتصير بيتس في الواير وتنبع تمام. طيب يعطيكم العافيه شباب، احنا حنعمل